هنكمل بقى دلوقتي. هنا بيقول لي two forces F1 ب6 نيوتن وال F2 ب2 نيوتن effect on two different masses ال M1 ب1 كيلوجرام وال M2 ب2 كيلوجرام وعايز الريشيو between their momentum. أول حاجة لازم أفهمها كويس قوي إن ال two objects دول بيتحركوا بحاجة اسمها common acceleration. كلمة common acceleration يعني نفس الacceleration. الاتنين بادئين من الريست والاتنين اتأثر عليهم نفس الacceleration، والacceleration بجيبها ال force over ال mass. الفورس بتاعت اللي هي resultant ما بين الاتنين دول يعني 4، والماس اللي هي ال 1 وال 2 يعني 3، يعني 4 over 3 ده الفاليو بتاعت الاكسلريشن. ما دام الاتنين ليهم نفس الاكسلريشن والاتنين ليهم نفس يعني الاتنين كان الريست يعني الفاينل فيلوسيتي بتاعتهم واحده، يبقى الفيلوسيتي بتاعتهم واحده. يبقى انا لما يقول لي المومنتم بي ال 1 over بي ال 2 يعني ام over ام 1 في 1 over ام 2 في 2، كده كده الفي ثابته، الاثنين بيتحركوا بنفس الفيلوسيتي، الاثنين بادئين من الريست والاثنين بيتحركوا بكومن اكسلريشن، يبقى كاني بعمل ريشيو ما بين الماسز. الام 1 عندي ب 1 كيلوجرام والام 2 عندي ب 2 كيلوجرام، يبقى الريشيو بتاعتي 1 اوفر 2. اللي بعديها بيقول لي a body of mass 6 كيلوجرام at rest on frictional surface is acted upon by a force 80 نيوتن وعايز الاكسلريشن. عايز خالص هو بيقول لي الفورس بتاعتي ما لهاش فريكشن عشان يعرفني ان الاكتنج هي الريزلتنت فورس من الاخر كده، ما فيش حاجه اتشالت منها. فاقول له بقى ان الفاليو بتاعت الاكسلريشن ايكويفالنت للفورس اوفر الماس. الفورس عندي ب 80 والماس ب 6، تبقى الفاليو بتاعت الاكسلريشن ب 3 متر بير سكند سكوير. اللي بعديه two equal forces acted on two different bodies the first of the, of mass 1 kilogram moves with acceleration 2.5 وال second unknown mass moves with acceleration 5 متر بير سكند سكوير. يبقى عايز الادنون ما دام قال لي two equal forces يبقى بنحول ان ال F1 equal ال F2 يعني M1 times ال A 1 equivalent ل M2 اللي هي الانون بتاعي times A2. ومن هنا اقدر اقول له ان ال M2 equal M1 times A1 divided A2 واحسبها عادي خالص. طبعا ال M1 عندي ال value بتاعتها ب 1 وال A2 وال A1 سوري الفاليو بتاعتها ب 2.5 وال A2 الفاليو بتاعتها ب 5. نحسب ده كله بقى كده ونطلع الفاليو. ممكن ثانية كده احسبها لكم. تبقى الفاليو عندي half kilogram. السؤال اللي بعده بيقول لي a 2 kilogram mass and 1 kilogram mass are connected by a string. The two masses are pulled along the horizontal surface by 12 newton. What is the acceleration of 2 kilogram mass? هو عموما لو انا تخيلت كده ان انا عندي اتنين ماسز اهم بيتشدوا بالفورس دي، فكده كده الاكسلريشن اللي تأثر على ال 2 كيلوجرام هي نفس الاكسلريشن اللي تأثر على ال 1 كيلوجرام. الاكسلريشن بجيبها فورس اوفر نيوتن ريزلتنت فورس اللي هي ال 12 دي اللي بيتزق بيها، واوفر الماس، الماس عندي 2 بلس 1 يعني 3 يعني 12 اوفر 3، فتبقى الاكسلريشن عندي 4 متر بير سكند سكوير. كل الاوبجكتس اللي بتتحرك في حبل بتتحرك بكومن اكسلريشن. two masses M1 3 كيلوغرام و M2 5 كيلوغرام connected by string ماشي ومعملين في بولي كده. the masses are released from rest determine the magnitude of acceleration of M1. نفس الفكرة بالظبط. هنا عايز الفاليو بتاعت، بس هنا بقى بيقولك connected to string و over a pulley يعني كأن الاتنين دول المنظر بتاعهم كده. واحدة فيهم 5 كيلوغرام والتانية فيهم الماس بتاعتها 3 كيلوغرام. طيب ركزوا بقى كده في الشكل ده، انا هطلع لكم وانتوا معايا دلوقتي على الجزء اللي انا حطاه اهو. لو انا عندي، هو بيسألني على انهي ماس الاول؟ هو بيسأل على الماس determine the magnitude of the acceleration of mass M1. M1 اللي هي ال 3 وال 3 دي الماس اللي هي الصغيرة يعني كأن الماس اللي هتطلع لفوق، لأن أنا عندي الماس دي المفروض إنها تنزل لتحت. طيب تعالى بقى كده نشوف من الشرح أهي. لو الأوبجيكت بتاعي الماس بتاعته صغيرة وهيطلع لفوق، أو الأوبجيكت بتاعي الماس بتاعته كبيرة وهينزل لتحت، الاتنين دول الفاليو بتاعة الأكسلريشن عندي ممكن أجيبها من هنا كده. هقول بمنتهى البساطة إن التنشن فورس فين 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 فين
كنت كاتباها في حتة هنا كده من فوق تقريبا. لا مش كاتباها هنا، لا هو انا شكلي مش كاتباها هنا، بس موجودة عندكم يا شباب في شيت الشرح. المفروض ان سواء كان بيطلع لفوق او بتنزل لتحت، فانا الرول بتاعي بيقول لي لو انا عايز احسب الاكسلريشن، هي كده كده بيتحركوا الاثنين بكومن اكسلريشن، m1 ماينس m2 تايمز الجرافيتي اوفر m1 بلس m2. ال M1 دي هي اللود الكبيرة، اللود الكبيرة الماس التقيلة اللي المفروض الأساس بتاعي إنها بتنزل لتحت. فابدأ بقى أشتغل عادي خالص، سبستيتيوشن مفيهوش أي مشكلة، أقول له كده يبقى الأكسلريشن عندي equivalent M1 minus M2. وياريت معلش الجزء بتاع الشرح يتفتح عشان تشوفوا بس الحتة دي بنفسكم، times the gravity over M1 plus M2 اللي هي ال M total يعني. وابدأ بقى ال M1 ب5 وال M2 ب3، يعني الحتة دي كلها ب2 times the gravity، يعني الجزء ده كله ب20 20 over 8. نحسبها بقى كده على الكالكوليتر ونشوف 20 over 8 هتساوي كام. 20 over 8 يعني 2.5 متر per second square. طيب الرول ده اصلا جبناه ازاي او الاساس بتاعه فكرته ازاي؟ كل الفكره ان المفروض ان التو لوتس دول الماس التقيله دي هتنزل لتحت والماس اللي فوق دي هتتحرك لفوق، يعني الويت هنا بيأثر نازل لتحت كده تأثيره واضح قوي، والويت اللي هنا فوق، يعني الاثنين فورسز دول عكس بعض كأنهم بالظبط حاجه كده، واحد بيشد من الناحيه دي وواحد بيشد من الناحيه دي. فهقول ان الريزلتنت فورس هتبقى ايكوال الويت ده الكبير ماينس الويت الصغير، اهو ده ماينس ده، وانس ان ده الكبير يعني. طيب الويت الكبير ماينس الويت الصغير يعني ويت 1 ماينس ويت 2 ايكوال الريزلتنت فورس اللي هو ماس تايمز الاكسلريشن. طبعا الام هنا ام توتال، طب ما الويت 1 والويت 2 ماس تايمز جرافيتي، فخدناهم هنا كده كومن فاكتور، ام 1 ماينس ام 2 تايمز الجرافيتي كومن فاكتور، والام دي الام توتال يعني الام 1 بلس الام 2. هي الفكره بتاعت دي هي بالظبط الفكره بتاعت دي، الاثنين بيتشدوا في اوبزيت دايركشن، هي واحد هيبقى تحت وواحد فوق، كان واحد يمين بالظبط واحد شمال، تمام كده. طيب نيجي بقى على السؤال ده، two masses connected by a string are pulled along the frictional force frictionless force surface by 6 newton force determine the tension in the string. هنا بمنتهى البساطة عايز التنشن في السترينج، يعني عايز الفاليو بتاعت الفورس اللي هنا، يعني الحتة دي كده هتتشد بقد ايه. الأول خالص دي resultant force ودول الماس، فأنا المفروض أطلع ال common acceleration اللي بيتحرك بيها ال two loads دول، فال common acceleration عندي 1 و 3 ده الماس، يبقى عندي الماس بتاعتي 3 والفورس نيوتن، يبقى ممكن اقول ان الاكسلريشن هتبقى ايكويفالنت ل 6 اللي هي الفورس اوفر التوتال ماس اللي هي ال 3، هتطلع الاكسلريشن عندي ب 2 متر بير سكند سكوير. طيب انا عايز التنشن فورس، يعني عايز الفورس اللي بشد بيها الحبل اللود اللي وراه، اللود ده بالظبط، واللي قلت اللود ده لان الدايركشن بتاع الشد الناحيه دي، يبقى ماس تايمز الاكسلريشن، الماس ب 1 والاكسلريشن ب 2، يبقى الفاليو عندي 2 نيوتن. اللي بعده force of 53 نيوتن is applied to a 176.4 نيوتن object. ما دام قال لي الجزء ده كده 164.4 نيوتن object، يعني يقصد ان الويت بتاع الاوبجكت كده الجزء ده، بس عشان اعرف منه الماس هاجي كده على جنب واقول يبقى الماس equivalent الويت ده divided the gravity، الويت عندي 176.4 divided the gravity، استخدمها 9.8 يمكن الموضوع يبقى اسهل في الكالكوليشنز ما دام هو كده كده جايبها لي اصلا ratio. ونبدا نشوف الفاليو عندي كام، نحسبها كده على الكالكوليتر 176.4 divided 9.8
هتطلع ال value 18 كيلوغرام. انا كده عرفت الماس. وقال لي ان هي فريكشنال فورس اوف 8 نيوتن، يعني في فريكشن فورس عندي الفاليو بتاعتها 8 نيوتن. ماست بي اوفركم تو موف ذا اوبجكت، وات از ذا اكسلريشن اوف ذا اوبجكت. طب ركز بقى كده معايا، ادي الاوبجكت بتاعي اهو، في فورس بيتشد بيها كده الفاليو بتاعتها 53 نيوتن، وفي فريكشن فورس، والفريكشن فورس الدايركشن بتاعها اوبزيت الدايركشن، وده الفاليو بتاعتها 8 نيوتن. لازم الاول خالص اطلع الريزلتنت 53 ماينس ال 8، يبقى انا كده عشان اعرف الاوبجكت ده هيتحرك بكام، فالاثنين عكس بعض، فهيبقى طبعا ماينس بعض، يبقى 53 ماينس ال 8 يبقى الاوبجكت بتاعي يتحرك ب 45 نيوتن. طب 45 نيوتن ده انا عندي الماس وعايز الاكسلريشن، بقول ان الاكسلريشن ايكويفالنت، الاكسلريشن هحطها هنا كده، الاكسلريشن ايكويفالنت الريزلتنت فورس اللي انا طلعتها divided in mass، هتطلع الانسر 2.5. طبعا الريزلتنت فورس 53 ماينس ال 8 لان الاثنين عندهم opposite direction. هنا بيقول لي evaluate the acceleration، خلاص بقى عرفناها، هنا عايز الاكسلريشن، فالرول بتاعي ثابت، الاكسلريشن ايكويفالنت ل m1 m الكبيره ماينس m2، كل دول كده تايمز الجرافيتي اوفر ام توتال، يعني ام 1 بلس ام 2، وده لك سبستيتيوشن عادي خالص، واطلع الاكسلريشن ما فيهاش اي مشكله. هنا بقى the relation between mass and force can be represented shown in the figure the acceleration between velocity and time is. هنا بيديني الريليشن ما بين الماس والفورس. الاول خالص لازم ابقى عارفه الفاليو بتاع التلسكوب بيعبر عن ايه. الفاليو بتاعت الاسلوب هنا بيعبر لي عن الماس اوفر الفورس. الماس اوفر الفورس يعني ايه؟ يعني بيعبر لي كده لو انا جبت شفت الرول، اصلا الفورس ايكوال ماس تايمز الاكسلريشن، يعني لو انا عايز الاكسلريشن هتبقى الاكسلريشن ايكويفالنت للفورس اوفر الماس، يبقى لو انا عايزه ماس اوفر الفورس يبقى ده الترم ده معناه الريسبريكال بتاع الاكسلريشن 1 اوفر الاكسلريشن. وده بقى معناه ان الفاليو او اللاين السلوب بتاعه كبير، الفاليو بتاعت الاكسلريشن بتاعته صغيره، والسلوب الصغير الفاليو بتاعت الاكسلريشن بتاعته كبير، يعني 1 ده كده عنده سمول a و2 ده كده عنده لارج a او بيج a، ال a بتاعته كبير، لان انا السلوب بيعبر عن الريسبيكا، فلما بشقلبها الوضع بيختلف. ونبدأ بقى. هنا بيقول لي بقى عايز الريليشن ما بين الفيلوستي الاكسلر اللي تشينج في الفيلوستي عموما، يعني طبعا كده كده ما دام في اكسلريشن يبقى ما فيش فيلوستي ثابته، يبقى اكيد ولا اللاين ده ولا اللاين ده، انا ما عنديش فيلوستي كونستانت، انا عندي ترم الاكسلريشن. طيب مين فيهم اللي الاكسلريشن بتاعته عاليه؟ شوف كده الاكسلريشن عاليه فين؟ الاكسلريشن عاليه في لاين 2، يبقى اللي تشينج في الفيلوستي اكبر في لاين 2، يبقى اللي تشويس عندي هو ده، اللاين ده اكبر من اللاين ده. عشان بس الناس تبقى فاهمه فكره الريسبريكال عموما، لو انا قلت 1 اوفر 3 1 اوفر 5 مين اكبر؟ ال 1 اوفر 3 اكبر من ال 1 اوفر 5. ال 1 اوفر 3 ده الاسلوب اللي هجيبه من هنا، وال 1 اوفر 5 ده الاسلوب اللي هجيبه من هنا. طب لما اجي اشقلبهم هتبقى الارقام عندي 3 و 5 بالعكس. يا رب بس الفكره دي تكون وصلت. هنا بيقول لي a car of mass 1200 كيلوغرام moved from rest، يعني الفي انيشال بزيرو وبيتاثر بفور 600 نيوتن، عايز الاكسلريشن، دي طبعا سهله، فورس ديفايدد الماس يطلع لي الاكسلريشن على طول. عايز الفيلوستي افتر 25 سكند، استخدام العادي خالص الايكويشنز اوف موشن، وانس ان انا معايا الفاليو بتاعت الاكسلريشن ببدا بقى العب واقول لك على حاجات كتيره جدا ونجيبها كلها من الايكويشنز اوف موشن. هستخدم السكند ايكويشن اللي في الديستانس دي، هتستخدم السكند ايكويشن، وعشان اجيب الفاينل فيلوستي افتر 25 سكند هستخدم الفيرست ايكويشن عادي خالص ما فيهاش اي مشكله. اللي بعديها a car of mass 1200 كيلوغرام moves with velocity كذا the driver stopped its engine uses a brake stops after 5 seconds.
يعني بقت ال V final بتاعتي خلاص بزيرو. طبعا هنا V initial و V final و time اقدر اجيب منها ال acceleration. ال acceleration هتبقى زيرو minus ال V final minus ال V initial اللي هي 20 over ال time اللي هو ال 5. يعني هتطلع ال acceleration عندي ب negative 4 متر per second square. عايز الـ momentum before using the brakes. الـ momentum كده كده mass times velocity. before using the brakes يعني بالـ velocity دي. mass times الـ velocity دي الـ mass عندي بكام؟ 1200 times الـ velocity اللي هي 20 يبقى الـ result هتطلع 2000 أو 24000. عايز momentum of the car after 3 seconds. momentum of the car after 3 seconds يعني ايه؟ يعني هات له الـ V final after 3 seconds. عايز الـ V final after 3 seconds من الـ first equation عادي خالص. use the first equation وبعد كده الـ velocity اللي انت جبتها دي استخدمها وطلع منها الـ value بتاعت الـ momentum. هقول بقى ساعتها المومنتم هيبقى ماس تايمز الفي فاينل اللي انا هجيبها الجديده دي واطلع الفاليو. عايز الافريج فورس اوف ذا بريكس اكتنج اون ذا كار دي عادي خالص. الافريج فورس ماس تايمز الاكسلريشن. الماس عندي اهي 1200 والاكسلريشن بنيجاتيف 4. طبعا كده كده الفورس هتطلع بالنيجاتيف لقيتها من البريكس يعني الجزء ده. person pulls the box horizontally والكلام ده كله. عايز في الاخر خالص الفاليو بتاعت الاكسلريشن. الاول خالص لازم اجيب الفاليو بتاعت الريزلتنت فورس وبعدين اتكلم. هقول له الفاليو. لو انتوا فاكرين احنا قلنا ان الاوبجكت هيتحرك horizontally فيبقى الماس تايمز الاكسلريشن اللي هي الريزلتنت فورس equivalent الاف كوساين ثيتا ماينس الفريكشن فورس. ومنها اقدر اقول له ان الاكسلريشن equivalent الاف كوزاين ثيتا ماينس الفريكشن اوفر الماس. ونبدا بقى الاف كوزاين سي. طبعا الفريكشن هي الفورس اللي في الاوبزيت دايركشن يعني دي 125 نيوتن. دي كده الفريكشن فورس. و 450 و 38 يبقى دي اللي هجيب منها الترم بتاع الاف كوزاين ثيتا يعني 450 تايمز كوزاين 38. معاكم بسرعه 450 كوزاين 38 كوزين 38 تايمز 450 هتطلع 354.6. المفروض ان دي هعملها ماينس 125 هتطلع 229.6. يبقى ده كله هنا كده الفاليو بتاعته 229.6. فاضل لي بس اشوف الماس بتاعت الاوبجكت كام. هنا بيقول لي ان الري بتاع الاوبجكت 310. يبقى 310 divided الجرافيتي مديهاني ب 9.8 واطلع الفاليو بتاعت الماس. يبقى الماس عندي الفاليو بتاعتها 31.6. يبقى الاكسلريشن عندي 229.6 divided 31.6 هتطلع الفاليو عندي 7.265 يعني بالابروكسيميشن 7.27. الفكره دي خلاص هعمل لها نجلكت لان الافكار بتاعه الامتحان بتاع البني الثانيه ثانيه الموضوع بقى سهل قوي. هنا أبول fall freely from a tower on sandy soil velocity when reaching the ground is scaled the tower height. ده مسائل الفري فول عادي خالص. هنا عايز الهايت ومديني ال v final وانا معايا الفاليو بتاعه ال v initial. ما دام فري فول يبقى ال v initial عندي بزيرو فاشتغل عادي خالص
معايا عايزه الهايت ومعايا الفي فاينل، استخدم الثيرد ايكويشن 2gh equal v final square minus v initial square، يعني اكتبها كده بقى، حل ده هنا كده اهو 2gh equals v final square minus v initial square. طبعا ال initial خلاص بقت بزيرو، يبقى ال h equal v final square over 2g، واحسبها عادي خالص. v final square هو مديني ال v final ب 90، يعني 90 power 2 divided 2، مديني value للجرافيتي او مدياني انها ب 10 divided 2 times 10، هتطلع ال value 405 متر. تمام، the pool of mass it sank into the sand and stopped 1 second later. The sand resistance to the pole motion is 3000 newton free fall acceleration. بيقول لي بقى عايز كمان الماس بتاعت البول لو هي اتحركت جوه الساند ووقفت بعد 1 second. اتحركت جوه الساند ووقفت بعد 1 second، يعني هعتبر ان دي بالنسبه لي initial velocity ودي بالنسبه لي الفاينل، انها خلاص وقفت زيرو. وبيقول لي بقى الريزيستنس عندي كانت ب 3000 نيوتن، الريزيستنس كانت ب 3000 نيوتن، يعني بمنتهى البساطه هقول له كده انت عايز الماس بتاعت الاوبجكت بتاعي هتبقى equivalent للفورس اوفر الاكسلريشن. يبقى انا كل الفكره عندي ان انا عايزه اطلع الفاليو بتاعه الاكسلريشن، طبعا الفورس هنا اللي هي 3000 وطبعا البنام قال لي لفظ ان هي ريزيستنس فورس، يعني كانها انا بعمل فريكشن، يبقى دي بالنيجاتيف. والاكسلريشن احسبها عادي خالص، الاكسلريشن عندي في فاينل ماينس في انيشال اوفر تايم، في فاينل minus the initial over time. ال v final عندي قال لي stopped يعني بزيرو، ال v initial عندي بنيجاتيف 90، ال time عندي ب 1 يبقى over 1، يبقى negative 3000 divided negative 90. احسبها كده هتطلع لي الماس ب 33.3 كيلوغرام. دي نفس الموضوع برضو، دي كنا لسه حليناها من شوية، 2 equal force يبقى m1 times m2 equal v sorry m1 times m a1 equal m2 times a2. دي برضو ممكن نلغيها، هي نفس الأفكار على فكرة كلها، بس مسائل كنت كاتباها زيادة عشان بس تتحل أكتر. حاجة عندي ده 3 masses are connected together by weightless threads، عايز ال common acceleration. هنا دي رول أساسي لل common acceleration، بتساوي resultant force over الـ m total، الفورس على الـ m total، الفورس بتاعت الشد الأساسي اللي مش في الحبل، اللي هي السهم بتاعها رايح للهواء، يعني 36 over الـ m total، ده plus ده plus ده، يعني 2 plus 6 plus 4، يعني over 12. تطلع الـ acceleration عندي 3 meter per second square. وعايز الـ tension force في الـ h thread، التنشن فورس اللي هنا هو مسميه F12. اقف كده عند F12 وشوف الدايركشن بتاع الشد، وشوف كده لو انت واقف هنا وبتشد مع نفس الدايركشن هتشد مين؟ دي بس، يبقى كأنها ماس اللي هي الام 1 تايمز الكومن اكسلريشن، يبقى 3 تايمز 2 يبقى 6 نيوتن. طيب وعايز بعد كده ال F23 لو انا واقفه هنا كده وبشد بالحبل هشد مين ورايا؟ ورايا حاجتين، ورايا M1 plus M2، يبقى عندي ال M1 plus M2 times ال acceleration. M1 ب 2 و M2 ب 4 يعني 6،
تايمز الاكسلريشن يعني تايمز 3 هتطلع ب 18 نيوتن. المسألة دي برضو هلغيها، مفيهاش أي مشكلة، واحد قدام واحد ورا يتنطرحوا من بعض عادي خالص، ودي repeated دي قررناها من شوية. هنا بقى بيقول a man pulled his cart from the rest by rope 200 newton في east direction و another one tried to help them for force 300 newton in east direction برضو، يعني الاثنين دول ليهم نفس الدايركشن، يبقى كده كأن الريزلتنت عندي ب 500 نيوتن. if the friction force 200 يبقى انا كده كأن بالظبط البوكس الناحيه دي كده اتنين بيشدوه من ناحيه ب 500 ده التوتال بتاعهم، وفي فريكشن بتأثر عليها لورا ب 200 فولت. يبقى انا بقى من دلوقتي عايزه اجيب الريزلتنت، هقول الريزلتنت بتاعتي 500 minus 240 يبقى equivalent 500 minus 240 يبقى الريزلتنت فورس عندي ب 260 نيوتن. دي كده الريزلتنت فورس equivalent ل 260 نيوتن. طبعا هو عايز الاكسلريشن، يبقى الاكسلريشن عندي resultant force over mass resultant force 260 والماس مديهاني ب 120 هتطلع الفاليو بتاعتها 2.1666، يعني ممكن اقولها فعلا 2.167 متر بير سكند سكوير. عايز الديستانس ثرو 4 سكند هستخدم عادي خالص السكند ايكويشن، عايز الدي ومديني التايم وكده كده الانيشيال فيلوسيتي عندي بزيرو، هطنش دي برضو هطنش دي. انا بحاول اشوف الافكار اللي هي ثابته معانا. A body at rest is affected by a force equal half its weight، قلنا خلاص force related للويت، يبقى كأن عشان بس يقول لي ان الاكسلريشن half الجرافيتي، وده اللعب الأساسي عندي، وبعدين أشتغل عادي خالص. دي هستخدم منها الفيرست إيكويشن، ودي هستخدم منها السكند إيكويشن. pull fell freely onto sandy soil. velocity when reaching the ground is كذا. calculate. دي لسه حلينا من شوية فوق برضو، معلش هي بس الأسئلة تلاقيها اتكررت كذا مرة. pull it of weight كذا hits a wooden target at velocity 200 meter per second. it stopped after covering a distance 10 centimeter. ومديني الجرافيتي وعايز الوود ريزيستنس. بمنتهى البساطة طبعا هو بيقول لي يعني زي كده حاجة رصاصة كده اتحدفت في وودن تارجت شجرة مثلا، هتخيل انها شجرة كده، والفيلوسيتي بتاعتها كانت 200 متر. اول ما دخلت هنا بدأت تتحرك شوية وبعدين راحت وقفت بعد ما اتحركت 10 سنتيمتر، يعني كأني بالظبط ال V initial عندي ب 200 متر بير سكند، ال V final عندي ب 0، ال time عندي مش مديني time، مديني بعد كده distance ب 10 متر أو 10 سنتيمتر، يعني 10 times 10 باور نيجاتيف 2 متر. دي كل المعلومات اللي عندي. عايز الوود ريزيستنس، بمنتهى البساطه المفروض ان الوود ريزيستنس هقول له كده الوود ريزيستنس اللي انت عايزها، يعني الفورس اللي اثرت عليها عشان تقف ايكويفالنت للماس تايمز الاكسلريشن، وابدا بقى اجيب الماس منين. مش مديني الماس لكن مديني الويت ومديني الفاليو بتاعه الجرافيتي، فهجيب الماس من الويت divided gravity. انا كده بقى جبت الماس. طب الاكسلريشن مش مديني الاكسلريشن، بس مديني حاجات كده اقدر اجيب منها الاكسلريشن، مديني في فاينل، مديني في انيشال، مديني ديستانس، يعني من الفي فاينل والدي ممكن استخدم الثيرد ايكويشن واجيب منها الاكسلريشن. هقول ان الاكسلريشن equivalent في فاينل سكوير ماينس في انيشال سكوير
كل ده كده over 2D. نيجي هنا stationary body is affected by a force quarter weight. نفس الفكرة برضو quarter weight يعني كأنه بيقول لي ان الاكسلريشن quarter الجرافيتي. وابدأ اتعامل بالequations of motion عادي خالص واشوف هو عايز مني ايه. طبعا stationary body يعني ال v initial عندي بزيرو، ال v initial بزيرو مديني دي وعايز مني time، يبقى هستخدم ال second equation. ال second equation هتبقى كده دي equal half a t squared، واشتغل عادي واحسب. A body of 4 kilograms moves at velocity 20 meter per second if it is affected by a force of 10 newton in the direction opposite to its motion. هنا بقى بيقول لي object الماس بتاعته 4 كيلوغرام وبيتحرك عادي خالص كده بفيلوستي ثابته. لو تخيلت ان هو وبابا بيتحرك اتاثر بفورس 10 نيوتن in the direction opposite to motion، يعني الفورس اللي اثر عليها كده. عايز الفاليو بتاعت الاكسل، عايز خالص اقول ان الاكسلريشن ايكوال الفورس اوفر الماس. الفورس عندي نيجاتيف 10 اوفر الماس اللي هي الماس بتاعتي كان 4، تبقى الاكسلريشن عندي نيجاتيف 2.5 متر بير سكند سكوير.